كذا تحديدا اقدر اقول ان انا وصلت مطار شريمدرا. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ طبعا النهارده معايا استقبال المجموعه الثانيه ان شاء الله على جامعات الاورال. انا موجود في مطار شريمدرا، طبعا انا جاي سفر من بسكوف لشريمدرا، فالنهارده تحديدا برضه هشرح لتاني مره بحيث ان الناس تبقى فاهمه مطار شريمدرا عامل ازاي، وبرضه هنصح نصيحه كل الناس اللي جايه تحاول ان هي تيجي على شريمدرا، هيكون اوفر ليهم واحسن ليهم بحيث لما تيجي تعمل الترانزيت، علشان في ناس كتيره جدا بتكذب على اليوتيوب بالكلام بتاعها. ولكن النهارده برضه هستقبل الجروب بتاعي وهشرح ليكم كل حاجه عن مطار شريمدرا بحيث ان الناس تطلع من البوابه تخش البوابه الثانيه ازاي وتوصل ليكاترنبورج او لكازان او للجامعات اللي هي تابعه ليها. نكمل وان شاء الله راح استقبل الشباب وان شاء الله يوصلوا بالسلامه. خلاص دلوقتي الساعه 10 الا ربع معانا، ده كده الطياره بتاعت الشباب وصلت، ان شاء الله ننتظرهم يطلعوا ونتجمع كلنا مع بعض وبعد كده هنطلع على ليكاترنبورج. ده تحديدا ترمينال سي اللي بيخرج منه كل الطلاب العرب في مطار شريمدرا. انا كده واقف قدام البوابه اللي جميع الطلاب العرب في مطار شريمدرا بيطلعوا منها. البوابه اللي ورا ديت بوابه سي، وبعد كده هنطلع على بوابه بي لان بتوصلنا لمطار ليكاترنبورج. تحديدا انا كده في انتظار الشباب تطلع. حطها لك للذكرى دي. شفت انا جاي قبل النهارده طالب جاي من الفيوم بالاخص، تم الحمد لله الاستقبال والان رايح بزور معايا هو رايح اشتري له خط عشان يكلم اهله برضه ويطمن عليهم. ولله الحمد اي طالب بيجي هنا بيتواصل معاه بيقول لي انا جاي في الفلاني. يا باشا موجودين في المطار كلنا مع بعضين. بنطلع وبنقابله، وبرضه معايا دكتور ايمن حبيبي نفس الشيء، يعني بنقابله الطلاب وبنساعدهم وبنخلص لهم مراكم في الجامعه. واهم حاجه بنجوزهم في روسيا. واهم حاجه الطالب بيجي بيبقى جاي بقى انا وايه عايز يتجوز مش عارف يسوي الكلام ده كله. نور نورين. انت كل واحدة بس اسمك حسن مخطوكم كل كده؟ تعال وراي الدور. يلا تعال وراي الدور. سيسترز لا؟ الاخير نكون تطبيق ترنال بي. فضلنا بقى ماشيين نلفلف ونضرب لحد ما نبص بنلاقي ايه. خلاص انت في السرير. انا ده قرأت لو جت ما تكسبش تطلع بره. فضلت ماشي صعب. انا احب ابو عم ده في النقاط كبير دي. شباب نوروا مدينة كتب، نور المدينة بيضت خالص. أرض نورت، برشلونة أرض مالح. خد حاجة معاكم ضف العربية دي. خد شنطة دي دي. هنركبها احنا اثنين بس. مكرن بص للناس يا عم، تكلم الناس يا عم في الناس اللي فقره. بص تعالى على اول طلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، منور كل اللي موجودين.
من اول نكلم حتى اخر نكلم منورين الفيديو. كل الناس اللي بتشوفنا، كل الناس اللي بتتابعنا، احنا وصلنا روسيا جامعه كازان الفدراليه ومبدعوا الجامعه. الحمد لله كل حاجه تمت على خير، كل حاجه زي الفل، والناس معاملتها معانا كانت جميله جدا، سواء في المطار سواء خارج المطار سواء هنا سواء هنا. الناس هنا مفيش ادنى عنصريه. النهارده يا شاب يا قدر ان انا اكون موجود 24 ساعه في مطار شيريميدوفا في موسكو. حرفيا يعني انا شفت كميه المعاناه اللي بيعانيها الشباب العربي عموما او الشباب اللي جايين دراسه في روسيا. مواقف يعني انا عمري في حياتي فعلا ما كنت متوقع ان انا اشوفها. يعني النهارده انا شفت طلاب متهامه، طلاب ناس جايبها ولا حد بيستقبلهم ولا حد بيعمل اي حاجه، كل اللي عليهم ابعت لي فلوس. كل اللي عليهم انا عايز فلوس. على فكره انا واقف قلب المطار سامح، واقف الناحيه الثانيه بيظبط التليفونات علشان التيكيتات. طبعا الصراحه في ناس كتيره جدا شغلها موضوع ان انت هتقدم مع طالب او مش عارف هتقدم مع اي شخص، اي شخص كان. اغلبيتنا الاغلبيه العظمى بتكون شركات، وللاسف ان معظم الطلاب بتجيب على الشركات. ومن الناحيه الثانيه ان الطالب بيجيب الطالب وما بيستقبلهوش، بس اهم حاجه عنده ابعت لي فلوس. دي حرفيا انا شفتها النهارده. انا بقولها لكم نصيحه اخويه، لو انت مش هتستقبل الطالب في المطار يبقى ما تجيبوش. لو انت جايب حد على فيزا بيزنس ما تجيبوش، لان حرفيا النهارده كل الناس اللي جايه بالفيزا البيزنس رجعت، اللي دخل فقط الطلاب. فنصيحه اخويه، لو هتقدموا للناس بما يرضي الله قدموا لهم، مش هتقدروا ان انت تقدم لهم ما تقدم لهمش. انا بعمل ايه النهارده في المطار؟ انا النهارده عندي استقبال طلاب. عايز اتكلم بس على بعض النقط وبعض الحاجات اللي انا شفتها في المطار، علشان بجد انا كشاب مصري او شاب عربي موجود على الاراضي الروسيه زعلت ما شفتها. تعال يا دكتور. ماشي، اخبارك دكتور مصطفى؟ دكتور مصطفى شاب مصري زي اي شاب داخل ان شاء الله سنه تحضيريه، وشاء بالقدر ان هو اقدم مع شخص ممكن نوعا ما يكون طالب. عموما مش بواجه الشخص او مش بعاند الشخص في حاجه، ولكن ده يعني دكتور مصطفى يعني اقل مشكله قابلتها النهارده في المطار. يعني شخص فاتته الطياره، ودي كتير جدا ما بتحصل الايام دي، مش مع دكتور مصطفى فقط، ولكن السبب الاساسي ايه؟ ان الشخص اللي هو المفروض مستقبله واخد عموله على كده مش مستقبل. يعني هو الدكتور مصطفى قاعد معايا، مع احترامي لكل الناس، ولكن حرفيا الشباب بتاعتي اللي هي واصله على يكترنبورج انا مستقبلهم في موسكو، وعندي الشباب اللي معايا في يكترنبورج مستقبلهم. خلاص الناس دلوقتي وصلت السكن بتاعهم، خلاص انا مستني دلوقتي ان انا هطلع على المدينه الثانيه. ف دكتور مصطفى، ايوه، اول حاجه بصوا، يعني انا حاليا قدمت مع شخص طالب واتسوحت بمعنى صح، يعني فات عليا طياره القاهره ودفعت غرامه تمام، وجيت هنا برضو فات عليا الطياره كل حاجه، وكان المفروض السنه في موسكو طبعا ما استنانيش. يعني مثلا طلاب المستر هم انا وهو في نفس الطياره، طياره الساعه 4، هم حاليا وصلوا السكن ودخلوا السكن وعملوا بي سي ار خلاص كل حاجه، انا لسه ما اتحركتش من موسكو اصلا فاهم. فده كله لا، يعني لما تيجي تقدم لازم تقدم مع واحد زيه يعني بصراحه، ونفس يعني ما هنقولش مثلا ان انا دافع مبلغ قليل ولا الكلام ده، نفس المبلغ اللي انا دفعته هو بياخده. يعني انا كنت قدام كنت هدفع نفس المبلغ، وادينا اهو غرمت، يعني غرمت ثمن الغرامه اللي في القاهره، وادينا هدفع تذكره ثاني، والله اعلم هلاقي تذكره ولا لا. وكمان يعني لسه الله اعلم هقدر ادخل يوم الجمعه والسبت وكده، لان النهارده فعلا صالح علينا الجمعه، الساعه دلوقتي بالظبط 5 الفجر. يعني تذكرتين طيران كده، غرامه وتذكره، وكمان هقعد في فندق، ويعني الدنيا باظت خالص. ف يعني كل واحد لما يعني يجي لازم يقدم مثلا معاه عشان يجي مرتاح. يعني انا جاي هنا، انت بتيجي مثلا فاهم ان الدنيا سهله زي، يعني كنت فاكر مثلا ان انا اخش هلاقي اثنين روسيين وجنبيهم واحد عربي، او هلاقي الضعف مثلا مصري، جيت كل روسي انا مش عارف حاجه. انا عيد ما لقيته بصراحه يعني حسيت كان الروح نطقت فيها بمعنى صح، وبصراحه واقف عليه معايا من اول يوم. لا يعني لا 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 لا، والله بجد يعني بشكره جامد. كلمتين انا عاوز اقولهم للناس اللي بتجيب الطلبه وبدون مقابل، يعني اتقوا الله في الناس. ايوه، اتقوا الله في الناس. الشباب اللي جاي شباب صغير ما عندوش كم استوعاب للمطارات الروسيه. المطار اللي احنا واقفين فيه دوت مطار كبير جدا، مطار شيريميدوفا معروف ان هو كبير جدا، ده دوله لوحده.
فطبعا ان انت بتجيب من ترمينال بي وعلى سي وعلى دي، فطبعا الناس بتتوه في المطارات. فالافضل الافضل يا جماعه يا اما تشرح للناس اللي انت لو مش هتستقبلها في موسكو تعرفهم. يعني انا مثلا في ايام ما بجيش استقبل الطلاب ولكن بشوف التيكت بتاعهم، لان الاغلبيه احنا اللي بنحجز، ببقى عارف ان الطالب هيوصل على ترمينال سي وهيركب للمدينه بتاعته من ترمينال بي، فاللي هو جنب بعضيهم، فانا ببقى متابع معاهم، بخليهم يعملوا التليفونات بتاعتهم تجوال. لا قدر الله لو معاه اي مشكله هنقدر ان احنا نحلها. عندي ناس في موسكو، لو ما فيش حد موجود في موسكو انا باجي بنفسي مش عيب، ومعايا الشباب في كترنبورغ وبنظبط كل الامور. ولكن ما ينفعش ما ينفعش بجد، ابعت لي فلوس ابعت لي فلوس ابعت لي فلوس ابعت لي فلوس، مش كل الحياه فلوس، بتاكل لافي ناس زي ما بقول لكم بجد. يعني الواحد بدا يتعب ويشوف الكم اللي الناس اللي بترجع من المطارات وشباب صغير جايه ان هي داخله طب او هندسه، فعليه هنا بس اهم حاجه تكون شخص موثوق فيه. يعني زي ما انت انا طلابي جايه معاك على نص الطريق، هم وصلوا السكن لسه بعت لهم مسجات قدامي، وصلوا السكن وعملوا بي سي ار وخلاص كل حاجه، وانا لسه هنا. الله اعلم هوصل امتى اصلا، غالبا هوصل بعد بكره. يعني ما هو فعلا المسافات، وهقعد في فندق بقى، مسافات المدن هنا بعيده. ايوه المسافات هنا مش قريبه. يعني لو حبيت اروح بقطر مثلا، تذكره القطر كام؟ 30 ساعه بالقطر. تمام بالظبط. السلام عليكم، بنشوفكم فيديو جديد.